دوتشي حبنت مكناس كبرت في سلا، كبرت مع الام ديالي استاذ الخوت. المجتمع ما تيرحمش اللي كبرت فيه، الفقر وما يزيد. بعدا قبل ما نوصل للحبس انايا كنت صغيره اصلا، وكنا استاذ الخوت حنايا كانت امي ما خلات ما دارت علينا، خدمه في السواق، سواني، صنادق، كل شيء. كانوا خوتي تيخدموا في الديور، انا كانت امي كديني نخدم في الديور، هادي ما كنتش شارده ولا هادي، كنت تندير المشاكل باش نهرب. بديت تنخرج للزنقه صافي، امي ما كايناش خدامه، خوتي خدامين، كنت تلقى يعني الناس اللي تحكمك ولا هادي ما كاينينش. لقيت الفراغ بديت تنعرف الزنقه، ما خرجت للزنقه كنت تنسرق من الحمامات من هادي، يعني فهمتي، كنت كنمشي للحمام تنسرق حوايج، كنت كنبغي نلبس شحال من حاجه كنت محرومه منها، شحال من حاجه يعني كنت كنتمنات. انا اخر حاجه اللي كنت اللي باقا لدابا انايا موصلاني لشحال من مشكل هي القرايه، هي القرايه. ما قريتش يعني، كنت انا كون قريت كنت نقدر نعطي شويه في حياتي، ملي ما قريتش انا اصلا مختلفه على خوتي، مختلفه على دارنا، مختلفه على اي واحد. عندي شي حاجه في الفو ديالي ما لقيتش اختها، ما لقيتش اختها، وهذا هو السبب الرئيسي اللي خلاني انني ندير ثلاثه د البنات ونمشي للحبس ونتيق ونعاود ونعاود ونعاود. الغلط اللي غيخليني نمشي للحبس هو انني منين كبرت وانحرفت وليت تنعرف مثلا انا اصلا الزنقه، واخا كنت كنعرفها صغيره ولكن ما تعاطيتش انني للفساد والحبس، حتى تزادت بنتي جنات. تزادت بنتي جنات، كنت ولدتها، ولدتها خيراتني امي على قولة الله كبار، مسؤولية هادي 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 هادي. واخا وليت عرفت شناهي مسؤولية، انا اول نهار خارجة فيه للزنقة باش نجيب فلوس عاقلة عليه، ما عمرو تنسى ليا، ما عمرو في حياتي تنسى ليا. وتلاقيت واحد ولد الناس اللي قال لي انتيا ماشي ديال هادشي، عايش في اسبانيا، انتيا ماشي ديال هادشي، انتي غدا الصباح بنت الناس غادي نمشي معاك لداركم وغتكوني مراتي. انا خليت هذاك الراجل نعس، سرقته صافي هكا، صافي سرقته، جيت لدارنا صافي. المهم كاينين شي حوايج ما تنقدرش نقولهم، ولكن اليوم غنقولهم. انا اصلا مابقاش واخا كنتعرض دابا انتقادات ومعيور، تقول تطلبي على ولادك وتديري بولادك واش ما كاينش اكثر من المجتمع انك اللي غتكبري فيه يوميا تتسمعي الزيت. منين كانت عندي 12 عام ولا 10 سنين ولا ما نعرف شنو، وانا كنسمع مول الدار جرى علينا على ود على ود بناتك، ما خصنا السكر، خاص الزيت، ها هو الموضوع، ها هو هادي، ها هو هادي، ها هو عرفتي. صافي كنطج تنخرج تنقيل في قهاوي، تنقيل في هادي، تنقيل في هادي، عجبتني كنقيل في هادي. بقيت غادا واحد الساعه امك تتقول لك ابنتي نوضي هادي، انا ما عنديش هادي، وتشوفي امك تتبكي وهادي يعني شنو، صافي غتنوضي حتى هي. انا امي قاصات معايا، ما خلات معايا حباسات، ما خلات معايا زنقه دار تقلبت هي عليها، ما خلات ما دارت معايا. انا امي دابا مريضه باربعه د الامراض ولا خمسه، انا امي هي اللي كبرت لي هادي من السبيطار. انا ما عرفتش شنو هي عمري في حياتي ما عرفتش شنو هما الاولاد ولا التربيه ديال الاولاد ولا نكون ام ولا نعرف نربي ولا حتى لهاد الذكرى. الله دابا امي ما بقاش عندها الجهد، مرضات مرضات، وربما نكون انا السبب ولا بزاف. غير انا ديما تنقول الله يسمح ليا منها، الله يسمح ليا منها، رغم تكون كيما كانت معايا. غير هي راه حاجه وحده، راه خوتي كاملين جوجاتهم، خوتي كاملين هذي، انا راه خرجت ليها هكا، خرجت ليها هكا. هادشي ما كنتش انا ما بغيتش هاد الحياه، وحتى واحد ما غيبغي هاد الحياه هادي، حتى شي واحد. وداك الشيء علاش انا دابا شنو تنقول، انا ها انا خرجت على راسي، مشيت للحبس، تياقت، ما نكذبش عليك بزاف الاغلاط غلطتهم. انا كنت كنطير، انا كنت كنطير، كنت كنطير، كنت كنطير، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنت كندخل على واش كاين مكثر، انك انت في دارك اختي ناعسه غتفيقي وما غتلقايش تليفونك حداك حدا راسك، وراجلك ما يلقاش تليفون وولدك وهادو، ولا عندك راجلك مدلي وانت تفيقي ما تلقايش تليفونك، ما تلقايش في من غتشكي، غتشكي في راجلك فوتك يعني عمرك ما تقولي براني.
عمرك ما تقولي. نقدر نكون انا شتت اسره يعني، نقدر نكون سببت في طلاق وفي طلاق وفي طلاق وفي طلاق وفي طلاق وفي طلاق وفي طلاق، ما صافي وليت ولا فرحت نهار من بعد اذا كنت مشيت سرقت ولا درت ولا درت، الا فرحت نهار ولا شهر ولا تيدوز عليا شهرين ديال العذاب، شهرين ديال العذاب. غنوصل معاكم للسبب الرئيسي اللي خلاني انا بغيت بصح نرجع للور وندير بوجه وليداتي. السبب الثاني كنت خرجت صافي ولا عندي يعني، انا اصلا الحبس كنت الا ما بغيتش يعني، انا ما مشيتش على السرقه ولا تبعت السرقه ماشي، انا كنت كنسرق ولكن ما عمري انا شي واحد شدني رانا سارقه ولا انا دايره ولا انا هذه. بديت تطورت نختصروا باش ما نطولوش انا يا تطورت نقولوا. بديت نعرف سير اليام اجي اليام تلاقيت مع باش بنتي دعاء حتى هو تعرفت عليه، مشيت معاه يعني ضحيت بجهدي انا يا قلت انا كانت امنيتي ديما الراجل اللي تنبغي. انا جاتني شحال من تجويجه ما بغيتش نتزوج بواحد انا غير يسترني ولا غير فلوس ولا، انا بغيت انا نكون في واحد الاسره ديال انا كنبغي باش بنتي، بنتي كتبغي با انا كنبغي بنتي نعيش حياتها هكا زوينه من صغري، هذه امنيتي كانت يعني. العلاقات اللي انا كنمشي فيهم كنمشي فيهم باش كنضحي باش نكون راسي ونكون اسره، في الاخر تلقى راسي انا الضحيه. تا هو شنو دارت؟ نط على ودو بعت الحشيش، انا حملت هو تيقلبوا عليه مشكل الى اخره، خويت معاه لواحد البلاصه كنت انا الراجل، بغيت في ديك الفتره اللي خصو يبقى معايا وانا حامله ما يمشيش للحبس، قدمت ديك انا الراجل كنجي كنبيع هبط من سي طيبين سلا كنبيع الحشيش هادي من هنا بوحدي اللي هازه الهم. واحد الحاجه غيديرها غيصدمني انا يا كنبيع في دوك المشاكل كنخرج ليه فلوس تناخذ من عنده او ماشي في حومته وحومتي. واحد الساعه ويجي عندي ويقول لي تصبر ديالها زوينه، قلت ليه تصدمت قلت نشوف قال لي غير ب 14000 ريال اوف عزيزه حامله كطيح وكتنوض واش هادشي هذا. غنقول ليه غنقول لي خويا ما عرفتش صافي شت داكشي كامل، مشيت بحالتنا للدار بيت اختي اللي كامل وانا تنكمل وتنشوف فيه اللي ضراتني كثر. انا راه تنصرف على بعضياتنا بعد ما راه تموت وتعطينا واحد الحاجه راه هذاك راه رجع وصلح 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 ورغم ذلك ما تيدوزوش بنتهم الان. المهم انا ما تمش ويلي انا حامله وسيد ما نفكرش وغاده ومعرضه راسي للحبس وش هادشي. المهم الليل كامل وانا تنبكي الصباح هزيت الحشيش قال لي فين غاده، قلت لي انا بغيت نمشي غير للحبس يا ربي تسمح لي على هذيك المهدي ربي حتى هو راه بعد مرات يكون باب تسمى محلول. جيت للحومه هادي درت من هنا هادي هادي شكون اللي غيرصدني عاوتاني للمخزن باش بنتي جات يا يعني تلاقيتهم شويه عيطوا لي اختي عزه بغينا شي حاجه هادي هادي واخا فينا نتلاقاو ونرجع للتوب هادي. جاو داوني البوليس السيد اللي ضحيت عليه ونط تنبيه الحشيش عليه وانا حامله ببنته وانا في الحبس طفى عليا التليفون عاش حياته انا كنضرب في الحبس. كانت امي باقا شويه ديال الصحه اخر كلمه قلت لي قلت لي الحمد لله باقي عندي الرويز الحنين اللي نتكى عليه وشكرا الله يرحم الوالدين انا غنخرج وانت غتمشي للحبس. فعلا انا يا باقي ليا خرجت 20 يوم جاي صلح عيط لي قلت لي تزات عندك بنت بغيتي تجي تشوفها مرحبا بك ما بغيتيش تجي شغلك هذاك. بنتي تزادت باتت معايا نهار في المؤسسه نهار في المؤسسه جا بغى يصلح ما يصلح ربي ما تيخلي حتى شي حاجه تصلح في الاخر لكن انت حتى هو نفس المشكله وقع عليه مشى للدار داو البوليس صافي. اختي من الاخر بعدا باش نقول لك واحد الحاجه من الاخر يعني راه حتى شي اب ما حسن بيا وما قال علاش مالي انا اختي خايبه مالي انا زعما شنو عندي شي حاجه في وجهي اللي كدلي انني انا ما نستاهلش ولد الناس اللي ما نستاهلش باوات ولادي ولا مع ما يكونوش مع هاد الوليدات ويحسنوش بيهم علاش علاش انا يا علاش. ولكن دابا انا ماشي الضحيه دابا اللي تيبقى فيا انا الحال انا ماشي الضحيه انا دوزت يعني شوها خديتها كل شيء درته ولكن هادو راه حشومه
حشومه يكبروا ويلقاو نفس المستوى. انا كنفضل نقتل بنتي ولا نموت انا ما يقولوش لي راه بنتك تدير ولا راه كتفعل ولا راه كتفعل ولا راه كت. ولكن المجتمع اللي عندنا اختي غنرجعوا ليه ما تيرحمش ما تيرحمش. شحال واحد دابا غيشوف عزيز يقول لك هي تتهضر. انا شحال واحد تيقول لك وراه ساكن معها صاحبها ورا عزيزه باقا كدير ورا عزيزه باقا كتفعل ورا عزيزه. واش انا اختي غيسكن معايا صاحبي وبنتي معايا عزبه؟ واش انا ما غنحشمش؟ واش انا معايا ثلاثه د البنات طلعوا في فيديوهات ها هو خويا اسمه محمد في خباره. الناس طلعت كتقول الناس اللي كتعاونني وصلوني اوديوهات ديالهم راه عزيزه باقا كدير وكتفعل وكتفعل. اش غيقولوا لهم دوك البنات؟ غيقولوا لهم لا عزيز حنا عايشين معاه حياتها كامله طرف من الحمله. انا مثلا انا ما تنكذبش انا ماشي تنقول بغيت الفلوس ولا تنكذب على الناس تنقول بغيت الفلوس. انا وليداتي اللي محتاجين انا ما محتاجاش. تجربتي في الحبس الحبس باش نهضروا بوضوح والمخزن واي حاجه الا كنتي بنت قيمه ولا مراه قيمه ولا راجل قيمه غادي تعيشي بالاحترام وبكلشي. لان شفنا بزاف ديال الحوايج في الحبس كله كي كيتعامل كله ولكن كله كي. انا تجربتي في الحبس في الاول قلت لك في الشدات الاولين الحمد لله كنت باقا صغيره دوزتهم عادي طايشه مشاكل هادي فهمتي راه كان مهم عادي. تجربتي في الحبس ما كنتش كنقدر على الحبس شنو ماشي ما تنقدرش على الحبس انني على الناس ولا على ما كنقدرش يتسدوا عليا البيبان. ثاني حاجه كنت كنبقى مريضه بها هو وليداتي. كنت انا من ناحيه انا ملي كنخطى بناتي كيتكرفصوا. انا بنتي جنس اصلا من هاد النهار تزادت وانا الحمد لله معيشه كي بغات. ولو كنت نقول بفلوس الحرام ولا هادي ولا هادي يعني ما عندي ما ندير اصلا ما كاينش ما انا با انا ما انا كلشي. كنت كنحاول نعيشها كما بغات. تجربتي في الحبس ما كنتش نبغي نحس براسي راه انا ما علاش هذيك تعطيها وقت وانا ما تعطينيش وقت. علاش هذيك تهضر ساعه وانا ما نهضر ساعه. علاش هذيك يعني فهمتي. كنت كنحس بالحقر. انا دخلت بنتي حامله واحد المراه تيقولوا لها مدام دخلت استهزأتني بقى فيا الحال وانا كرشي لفمي وكنتوحم وكنشوف واحد الطاوة ديال الحوت. خرجت كنبكي عند واحد عند رئيسة الحي. قلت لي يا مالكي قلت لها بغيت نتحول من داك البيت ما نقدرش نجلس فيه. ولات حسيت براسي انا حاشاكم واحد ما حشمت نقول لكم يعني لا شيء فوق الكره الارضيه. وانا انا النفس اللي فيا قلت لكم هي اللي خلاتني نخرج على الطريق هذه. وكنت كنوض كنغوت كندابز مع مضافات كنقول حقي تنبغي واخا ضعيفه ما عنديش واخا انسانه فقيره انا يا اللي بغيتها حتى انا حقي ما شي حاجه اكثر من حقي ما. وهذا هو السبب الرئيسي اللي خلاني انني نرجع الله. اخر شده كانت عندي كنت ما كذبش عليك ماشي تكرفصت فيها ولكن تكرفصت فيها نفسانيا يعني. لان بزاف د الحوايج تبدلوا في الحبس ولا كلشي بحال بحال. واللي ما عندوش ما غيعيش لا غيتعيش غتعيش بداك الشيء اللي غتقبل عليه اللي تيجيوك راه ما نعرف راه الدجاج بريشو بزاف د الحوايج ولا شي ماكله اللي من سبع المستحيلات غياكلها بنادم. ولينا عايشين بمويات. امي تجي عندي ديرها مسكينه ولادي موسخين الحاله صنداله مقطعه. انا كندخل تنبكي تندخل تنبكي. تهزيت لواحد الحبس اللي هو تيفلت القهره ديال الدنيا والدين. القهره ديال الدنيا والدين اختي فين غنرجع فين غنرجع عندي. وكنخلي ثلاثه ديال تنخلي ديك جوج ضحايا. نزلت من عند الله. انا حملت بنتي ديكرا كنت ملي قلت لكم تلاحيت الزنق يعني بقيت واخا حامله بنتي تنمشي تندير المشاكل وهادي. بقى لي والو تقلت ما بقيتش تنقدر نتحرك. وليت كنهز يدي الله وانا كما قلت لكم ما عندي والو خرقه فاش نلوي بنتي ما عنديش انا ما نلبس ما عنديش. داك الشيء تيجيني حتى للدار سبحان الله. ولاد الحومه كنت ساكنه في الحومه رزق اولادي جاوا جلسوا معايا عمرهم ما جلسوا معايا جاوا جلسوا معايا.
المهم انا وليت كنهز يدي الله تنقول يا ربي صافي الا كانت هذه هي الخطوه اللي تقدر تكون التوبه انا كنطلبك انا حامله وعدا شهرين. المهم الحمد لله ملي تزادت بنتي وتزادت عندي وناس تعاطفوا معايا اللي انا كنشكرهم الان قلت علاش انا غنرجع للحرام وقبل انا اصلا ما يتعاطفوا معايا الناس وما يهضروا معايا وعدت الله وانا في البلوك والبرد البنت تضرب ليا في ظهري وربي شاهد عليا هزيت يدي قلت ربي انا عندي ثلاثه د البنيات بغيتك تعطيني غير باش نعيشهم عمر الحرام ما ندور به هكا ومنين تزادت بنتي وانا هكاك غادي الحمد لله دابا بنتي عندها 6 شهور في رمضان بزاف المشاكل وقع ليا تكريسيت هادي صافي رجعت عزيزه اللي كانت شحال هذه اللي كانت شحال هذه وليت كنبيع حوايجي انا كنفرش كانت بنتي كتقول لي ماما فرشي لنا ماما ديري لنا ماما قادي لنا فرش ما فرش 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 في الاخر وليت نبيع كنت منين صورت مع الصحافه كانوا اكثر من 1000 د البشر اللي طلب من السيد اللي صور معايا ان عزيزه دير القناه ديالها والناس كانوا تيعيطوا لي بزاف كان اخويا اسمه محمد اللي شاف الفيديو ديالي حتى هو وجا لعندي حتى للدار وقدم لي المساعده ديالو ونصحني وعطاني بزاف النصائح حيت كنت بصح كنت واخا هكا كنت في واحد الدار ساكنه راه هو اللي عتقني منها اصلا هو اللي وراني هو اللي بقى غادي معايا تدريجيا يعني الشكر يرجع لخويا اسمه محمد التنسيقيه شنو عطاتني عطاتني الحمد لله انني تقلت بصح بصح بغيت اليوم ثقت وانا ثايقه في راسي انني عزيزه بغيت نتبدل انا ما عمر شي واحد كان تيقول عزيزه غتبدل ولا غتقال ولا انا كنت مشكله انا امي دابا راه كتحمد الله تتقول لهم يمكنش انا ما عمري نويت عزيزه غتبدل ولا غتقال ولا هادي اللي خديت من التنسيقيه ومن الرجال ديال التنسيقيه ومن خويا اسمه محمد ومن الناس اللي كانوا تيعيطوا عليا من اوروبا والجاليه المغربيه وتيعطوني وقت وتيهضروا معايا وتيقولوا لي زوينه يعني يحلوا لي عينيا بزاف انا كنت كنعرف غير ناس مكلخين ودابا الناس دايرين بيا مكلخين يعني استفدت بزاف د الحوايج من السجناء تائبي والمجتمع اللي لقيت ماشي الناس اللي قراب ليا غير الناس اللي برا اللي بعاد عليا ومنين كان واحد شي حاجه ولا هادي كنعيط خويا اسمه محمد كنعيط لواحد السيد ديتيز اللي هو الصديق ديال خويا اسمه محمد انا فكرت انا غنخرج غنقلب على خدمه لا كارت درتها اللي كانت مخلياني في المشاكل بزاف انا غنخرج غنقلب على خدمه انا كنت دايره بيع وشري كنت كنبيع ومشري انا كنت كندور كنبيع ونشري ودايره العشان ديالي وبها كندخل القهاوي وبنتي في ظهري وتنبيع ونشري انا بنتي راه صدرات خرشوش حيت كنت كنبيع فيها ما تشتا لي يلاه تزادت هي وما عنديش اللي شدها ليا انا عزيزه قاعده نخدم وباغا نضرب تماره وباغا حيت الناس عاونوني الناس عاونوني والناس ما يمكنش ديما غيبقاو يعاونوك يعني الناس عاونوني الحمد لله نقيت راسي نقيت عقلي حتى ما كانش عندي حتى شي حاجه انا واخا بعت لهادشي وبعت الفازي وبعت الحمد لله ولكن انا راه كنت كنعس على واحد الفراش خانز حاشاكم اختي يعني انا راه كنت كنفيق مع 6 الصباح 4 الصباح كنشيل فمي تنخرج للزنقه طاج جا شادني الحماق يعني الحمد لله خديت عبره خديت فكره انا ما عمري كنت كنقول غنجلس ونقابل ولادي وانا مع ولادي مجموعه وانا كنت كنخرج اختي 12 الليل تنجي نعس مع 5 الصباح تنخرج بالساعه وتاني 12 الليل ما قبلنيش المجتمع ديما المجتمع اصلا ديما المجتمع تيشوفك انتيا حباسه مسخه دايره فاعله صانعه تاركه علاش ما كيشوفوش عزيزه ديال دابا اللي مقدمه راسها دابا كما قلت لكم انا ما تنقولش كنت كنصلي ولا ما كنتش كندير والو ولكن دابا شوفوني شنو دابا بغيت ندير لا ما عندناش داك المجتمع والو هذاك المجتمع اللي تمشي تقول لي انا بغيت نقد راسي وبغيت ما عندناش انا الناس قراب ليا وما مدوش ليا يديهم اختي واش كاين مكثر من ان الناس والده معاهم الدم عندك معاهم الدم يعني راه ما اول وحدين اللي خصهم يكونوا قدوه لوليداتي وليا اوكي يعني فين هو المجتمع اختي الحاجه الوحيده اللي لقيت انا حاليا هي التنسيقيه ما لقيت حتى شي حاجه التنسيقيه ديال السجناء التائبين هي اللي لقيت شي حاجه اخرى راه ما
ما كانش الله سبحانه وتعالى. بزاف د الحوايج مدات لي يديها وراتني، كما قلت لكم خلاتني تجمعت مع وليداتي، خلاتني بعدت من بزاف، بغيت نقع عقلي وبغيت نقي راسي وبغيت نبعد. انا بغيت نبعد شحال من حاجه، حيت انا بعدت من بزاف د الحوايج، ولكن باقي شي حوايج باقه باغا نزيد نبعد منهم. لقانا انا يلاه درتها باقا ما يلاه درتها، يعني حتى القناه ديالي بقوه اللي ما عارفاش وما لاقيش اللي يوقف معايا في جنبي، ما كنعرف والو، اللي لاعب ليا فيها لاعب واللي بلوكا ليا بلوكا. المهم بزاف درتها دابا مده 6 شهور حتى هي. وفي الاواخر توسخات لي القناه ديالي، درت وليت خرج ماشي بشي كلام خايب ولا خرجت تنخرج برده فعلين، ماشي تنخسرش الهضره، عرفت ردود افعال قويه. انا كان عندي محبين مزيانين، الناس زوينين، ما ربما ما عجبهمش اسلوبي، وزياده لاشين ديالي ما عنديش اللي مقابله لي يا خويا محمد، راه وقعوا لي مشاكل. ما لقيتش، ما لقيتش، ما لقيتش، انا ما لقيتش كاع حتى شي واحد في جنبي. واش كاين ما نفسي اللي غادي يأهلني؟ يأهلني ما كاينش، ما كاين. انا تعرضت للتهجم في داري وكريساج وهادي وما كاينش اللي يحميني. ملي المجتمع ما قبلنيش فكرت انني ندير قناه. منين درت القناه درتها وديت نعاون فيها قصاش، كنت غادا في محتوى زوين، والقناه ديالي بقيت غادا الحمد لله تطلع، ويعني غادا يعني مشيت، ولاو كيعيطوا ليا بعض الناس اللي بغى يعاونني، اللي يوتيوبرات مع انا ديما خارجه بفيديوهات انا ما قارياش ما عارفاش هادي حتى حاجه ما عارفه نديرها. الصحفي تخلى عليا يعني خشاني في هذا الشيء هذا ورجع للورا، ما بقيت عارفه ما ندير. بقيت غاداك كل مره تعيط واحد انا غنعاونك انا هادي انا هادي، اللي يلعب لعب واللي باقي ليا فيها غيعاونني تيعاونني، واللي المهم انا محطوطه في قناه باغا بصح نخدمها، بغيت بصح نطلعها وندعمها ونكون انا قدوه في ديك القناه لوليداتي وهادي، ولكن اختي ما عارفه والو وتا شي واحد ما رحمني. يعني كاينين بعض اليوتيوبرات اداو ليا القناه ديالي والو، شنو غندير انا؟ شدني الحماقه ديما تمنيني تكريتي هذه، وليت تنقول حشومه علاش انا هاد الناس كاملين ضروني، هاد الناس كاملين، شوف انا واش خايبه على الدرجه؟ انا ما بالعكس، انا كون كنت انسانه خايبه من الداخل القلب ديالي خايب نقول نستاهل، بالعكس. واحد النصيحه اللي غنوجهها انايا غنقول بنياتي، لحقاش انا راه عندي بنتي عندها 11 عام، غنقول بنياتي انا ما تحاول حتى شي بنت انها تمشي في نفس الغلط. راه بزاف د الحالات بحالي وكثر مني تيشوفوهم الناس يعني وبنات وشباب، ما كنصحهم وكنعاود ننصحهم، كلشي غيجيهم زوين في الاول، كلشي غيجيهم احسن حاجه، الحياه كلها غتبان لهم زوينه، غتبان لهم نحمل زوينه، غتحمل وغتكون فرحانه، غتولد وغتكون ولكن في الاخر اللي وقفت عليه غيعطيها، غتقول لي البليه غيعطيها ليا، ولكن في الاخر في الاخر في الاخر ما غتلقاي حتى شي واحد، ما غتلقايش ابنتي شي واحد اللي غيحسن بك. وبالنسبه للسجناء حتى هما والبنات اللي بحالي واللي باقيين غاديين في هذا الشيء، غنقول لهم الحلال ما كاين ما احسن منه. انا الحمد لله نهار تجأت لربي وقلت بغيت الحلال، واخا تنواجه بزاف الصعوبات، واخا تنطيح وتنوض، واخا بزاف، ولكن باغا نزيد نتقاتل باش نوصل للحلال، حيت الحلال زوين، عشت بالحلال، عجبني بغيته. انا عمري ما درت شي حاجه من الحرام، على الاقل الحلال شريت منه ماريو، شريت منه هادي، شريت منه هادي، شريت منه، يعني شفت من الحلال. بالنسبه للسجناء التائبين ماشي كلشي خايب، وماشي كلشي مجرم، وماشي كلشي خير انه يمشي للحبس. راه حنا غنعاودو نقولو مجتمع، نعاودو نقولو المجتمع، راه كاينين الناس بصح قبح الله الفقر، راه غيخرج عند هذا ويقول لي عطيني هو راجل، ما غيعطيهش. انا مرا دابا انا مرا كانوا تيعطوني باش كنت عزيزه زويونه وعندي لا ولاد لا وتام، وغنخرج دابا ما يعطيونيش. انا لقيت الخير غير في الناس اللي ما كاينينش حدايا. انا اختي مشي دابا لدارنا ما يعطيونيش، يعني راه حتى السجناء راه حتى هما كاين اللي داير كاين اللي ما دايرش كاين اللي الظروف كاين اللي ونزيدك اختي واحد الحاجه نقول لك، السجناء وهذا حنا اللي تيحكموا علينا بحكم موسخين وخايبين وحباسه وهادي،
فينا شي محنه اللي ما تكونش بزاف د الاعضاء كنقدروا ما عاد شنو نديروا على بزاف د الناس واخا فقراء واخا ما عندناش واخا 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 ولكن ما تنبغيوش الظلم. كنشكركم اختي على الاستضافه ديالكم عندي وعلى الوقت اللي عطيتوني والفرصه اللي عطيتوني انني نهضر معكم. كنت محتاجه اصلا نهضر، كنت محتاجه اصلا نعاود لان راه قلبي عمر بزاف والله، قلبي هاد السيمانه هادي عمر بزاف خصوصا من تعديت لهاد الحقره هادي اللي وصلت لها. ما كنطلب والو من المجتمع، انا كنطلب من المجتمع يرحمني ويرحم ليا بنياتي. انا بغيت ننقد راسي حيت انا باقا صغيره، انا نستاهل ننقد راسي، وليداتي حتى هما بغيت ننقدهم. اللي كنطلب من المجتمع اي واحد عنده يد مساعده ليا ولا لوليداتي، انا ما نقولش ما بغيتش فلوس ما بغيت والو، انا الحاجه وحده تنقولها ديما، كنقول انا غير بغيت غير وليداتي نشوفهم بخير وقارين وواصلين حتى هما الحمد لله. انا بنتي كتبغي تمشي للمدرسه حتى هي كتبغي تمشي لابسه ونقيه، ما تترضاش من حقها، من حقها. صافي بغيت ندير شي حاجه اللي نكون بها قدوه لوليداتي. انا داكشي اللي داز عليا انا ما بغيتوش يدوز على ولادي. انا كبرت في بيت، كبرت في هادي، هادشي كامل بغيت نحيدو على بناتي. صافي انا هادشي اللي كنطلب من المجتمع، ما طالبه حتى شي حاجه، انا ما طالبه حتى شي حاجه. انا راه اش نقول لكم، ولادي كنبغيهم بزاف، ولادي ما كنبغيش نشوفهم مكرفصين حيت انا تكرفصت، حيت انا تكرفصت وباقا كنتكرفص، وباقا كنتكرفص اقسم بالله. انا كنضحك ولا ما كنبينش ولا، راه ربي بوحديتو اللي حاس بيا واللي عالم بيا.